انت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خويا الله يوالو برحمة الله سي أحمد الصعري صديقنا وأخ ديالنا وعزيز ديالنا الله يوالو برحمة الله. كان هو نعم الأستاذ، كان هو نعم الصديق، كان هو نعم الرفيق، فدرسنا على يدو، خدمنا معاه في أعمال، كان مسير كإداري لنا، كان بزاف سي أحمد الصعري الله يوالو برحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي غير هو، تنساو بزاف الناس، وهذا هذا مشكل آخر ماشي وقته نهضروا عليه. فالميدان الفني خصو دعم آخر وقوة أخرى. يعني ما انتبهوا لا جماعة ولا مجلس بلدي ولا ولاية ولا 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 ولا. كان السند الوحيد ديالو، السند الوحيد ديالو هو ولادو وبناتو. هما اللي كانوا كيساندوه ويوقفوا معاه من اول رمق حتى لاخر رمق. والجيران الله الحومه ديالهم ما عمرها دار، كانوا دائما كيسولوا فيهم، ومحترم، رجل محترم والله يرحمه ويستعليه. السي صاري الله يرحمه كان فنان، بغض النظر على انه فنان كان خدوم جدا، كان نقابي خدوم 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 جدا الله يرحمه ويستعليه. ولا نزكي على الله، ولكن نظنه يدخل في فيما قال فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ديالو، هناك سيحشر يوم القيامة قوم من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا بالصديقين ولا شهداء، إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس. نظنه كذلك إن شاء الله، الله يدخله في الفردوس الأعلى يا رب. أش غادي نقول في حق هذا الراجل الطيب الخدوم اللي ما عندناش منه جوج، الله يرحمه ويوسع عليه. إنسان طيب، وكان خدوم جميع الفنانة، الحمد لله السمعة ديالو طيبة، والله يصبر وليداته ويصبرنا عليه، والله يرحمه. إنا لله وإنا إليه راجعون.